تحتضن دار الثقافة وسط مدينة أضرار معرضا تجاريا هاما بمساهمة ومشاركة العديد من المكتبات الخاصة المتواجدة بالولاية في إطار التحضيرات الجارية لضمان دخول مدرسي ناجح وتوفير كل المستلزمات المدرسية لفائدة التلاميذ وتخفيف الأعباء على الأولياء. التغطية لليمين بالعلمي. رانا هنا في المعرض نتاع معرض هنا في دار الثقافة، نظمته مديرية التجارة. مرحبا بكم، الأسعار معقولة، الكراس خير من العام اللي فات. الكراس كما العام اللي فات كان يوصل إلى 10000، هذا العام راه 7500 8000. ثاني في المآزر كلش ما شاء الله، هنا الأسعار تنافسية ما شاء الله. ندعو لكل أولياء التلاميذ التقدم الى هذا المعرض الذي موجود فيه كل السلع تقريبا موجوده باسعار متنافسه ومتناول الجميع ان شاء الله، من كتب، من ادوات، من كتب مدرسيه، من دفاتر واقلام وكل مستلزمات الدخول المدرسي. والاسعار ان شاء الله تكون ان شاء الله في متناول الجميع في رضا الاولياء ان شاء الله. احسن من العام اللي فات ويعني في المتناول، يبان لي في تناول الجميع. الشمال انا هذا العام شويه زايده نسبيا ماهيش حاجه كبيره.